قدمت الجمعيه في تقريرها ب 24 توصيه همت الالتزامات الدوليه وملائمه التشريعات الوطنيه مع المعايير الدوليه والمعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان، الاليات المؤسساتيه لحقوق الانسان للمراه، الحقوق السياسيه والمدنيه، والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. الندوه الصحفيه كتنظمها تحالفات حقوق النساء اللي تتقدم التقرير ديالها حول الاستعراض في اطار الاستعراض الدولي الشامل. غنقدموا التوصيات اللي درنا حنا للمغرب وغنقدموا التوصيات اللي داروا الدول للمغرب في جنيف. ومن هذه التوصيات كتعلق تقريبا 71 توصيه كتعلق بحقوق النساء فيما يخص اصلاح القوانين كمدونه الاسره، القانون الجنائي، وكذلك اصلاح مدونه الاسره بحيث تبقى الولايه الشرعيه في يد الاب والام، والقضية المساواة في الإرث، والمسألة ديال منع تزويج القاصرات. بالنسبة للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، القضية ديال التوصية الأولى عطينا وضع الأدوات المتعلقة بالانضمام للبروتوكولين الاختياري لاتفاقية السيدو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأمانة العامة. عرفت بأن المغرب صادق على القانونين، ولكن باقي ما حطش الأدوات الانضمام.